تستضيف باريس اليوم اجتماعا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا للدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية. ويهدف الاجتماع الذي يضم كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية والأردن دفع الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وتسعى فرنسا لإعادة إطلاق العملية السياسية بعد الضربات العسكرية التي استهدفت سوريا في 14 من أبريل على خلفية الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما. يأتي الاجتماع على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة المنعقد بباريس.